طيب احنا طول الوقت في الحقيقه العلم بيتطور بشكل كبير جدا، بنشوف ابحاث وتقنيات علميه بتهدف دايما لمساعده المرضى المحتاجين. مؤخرا في 6 مكفوفين استعادوا بصرهم، دي حاجه جميله جدا، بشكل جزئي، مش من خلال زرع قوقعه، لا ده من خلال زرع عصب بصري في العين. العصب ده بيتبعت له اشارات من خلال كاميرا فيديو بيتم تثبيتها على نظاره. الكاميرا دي بتبعت للعصب تفاصيل وصور للبيئه المحيطه اللي بيشوفها الكفيف بشكل جزئي. ده امل لطيف طبعًا، يعني بركه طبعًا. امل لطيفه، الضلمه نورت بالنسبه له، حتى طبعًا. لو نورت في اشياء بسيطه جدا، انه يعرف يعدي الرصيف، ان هو يعرف يخرج من بيته من اوضه لاوضه، اعتقد ده نجاح علمي كبير جدا. خلينا نفهم اكتر ايه اللي حصل، ونشكر كمان دكتور رؤوف جابر، استاذ طب وجراحه العيون وشبكيه وعضو الجمعيه الامريكيه لطب وجراحه العيون. يا صباح الورد يا دكتور. اهلا وسهلا، اخبار حضرتك ايه؟ بشكرك الاول ان في 6 حالات رجعت لهم امل الابصار مره ثانيه، ولكن بشكل جزئي ولو في حاجات بسيطه، ولكن اعتقد الحياه اختلفت بالنسبه لهم تماما، فلازم اوجه لك الشكر في البدايه. هو انا يعني متشكر لحضرتك جدا، بس هو برضك للامانه هو البحث دوت مش انا اللي عامله طبعا. طبعا. لا انا عارف ان العمليات اللي حضرتك اللي عملتها. لا ولا العمليات، هو ده. طيب حضرتك وضح لنا بالظبط التفاصيل. وضح لحضرتك الوضع، هو ده بحث تم في الولايات المتحده في جامعه اسمها بايلوت كوليدج اوف ميديسن في تكساس، بالتعاون مع جامعه في لوس انجلوس يونيفرستي اوف كاليفورنيا. الفكره كلها ان في نظاره، النظاره دي فيها كاميرا فيديو، الكاميرا فيديو بتصور المشهد اللي قدام المريض وبتنقله للكمبيوتر جوه النظاره نفسها. الكمبيوتر جوه النظاره طبعا صغير جدا، بين وايرلس من غير اي سلوك لشريحه موجوده في الجزء الخلفي من المخ. فلما بتنقل الجزء الخلفي من المخ، الجزء الخلفي ده بيلقط الاشارات ويبدا المريض يشوف. طبعا الصوره طبعا ما بتبقاش واضحه جدا، بس طبعا افضل من عدم وجود صوره خالص. العظمه في الموضوع ان في عيون بتبقى متدمره تماما. هو هنا في البحث تجاوز خالص العين، هو استغل فكره ان احنا بنشوف اكشوالي بالمخ. يعني العين وظيفتها انها تلقط الصوره زي الكاميرا وتنقلها للمخ. المخ نفسه في مركز الابصار، ده موجود في الجزء الخلفي من المخ، ومركز الابصار ده هو اللي بيحلل الصوره ويفهمها ويقارنها بالخبرات السابقه للانسان. يقدر يعرف ان دي مثلا عربيه، دي قلم، ده. فهو المريض اللي عنده العين خلاص العصب مات والعين اتدمرت، ده خلاص كان بيفقد تماما الامل انه يشوف تاني. هو هنا بفكره النظاره عمل كاميرا فيديو تاخد الصوره تحولها دايركت للمخ. طيب دكتور، هل يعني دكتور رؤوف، هل ده هيغني الكفيف اللي لبس النضاره دي، هتغني عن ان هو مثلا يكون محتاج حد يقوده وهو بيعدي الشارع، او اللي هي او العصايه اللي هو العكاز، عكاز المكفوفين، هيقدر يستغنى عنه ولا برضه مش للدرجه دي؟ هو برضك الامانه لازم نقول ايه، ان البحث ده اتعمل على 6 بس. في درجات للبحث العلمي عشان نوصل ان البحث العلمي ينزل للماركت او ينزل لجموع المرضى. طبعا الاول بيبقى على الحيوان، بعد كده بيطبقوه على الانسان في 4 درجات. البحث دلوقتي في الدرجه الثانيه. الدرجه الثالثه يبدا يعملوه على عدد كبير من المرضى. بعد الدرجه الثالثه لو لقوا انه الافكت كويس على عدد كبير من المرضى، بينزل عادي يبقى متاح في العالم كله. الدرجه الرابعه اللي هو بعد ما يمارس في العالم ياخدوا فيدباك ثاني من الناس على الوضع. المفروض ان ده بياخد وقت قد ايه؟ يعني الدرجات الاربعه دي هتاخد تقريبا وقت قد ايه عشان تظهر بقى للنور بشكل مؤكد؟ يعني من حوالي من 3 إلى 5 سنين. تمام. لان هو برضه عشان يبقى الكلام، انا مش عاوز ادي امل رهيب ولا نحبط الناس، هو الكلام ده مش موجود في مصر. بس طبعا هو فتح امل رهيب للناس اللي عينهم متدمره تماما والموضوع عندهم منتهي خالص. من 3 لـ5 سنين؟
نعم، احنا بنشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا دكتور رؤوف. في الحقيقه وضح لنا، لان طبعا احنا مش بنتكلم على حاجه اوريدي نزلت وتم تطبيقها، لا احنا بنتكلم في حاجه هو طبقوها على 6 حالات صحيح، وان البحث بيعدي باربع مراحل وهو دلوقتي في المرحله الثانيه ناقص الثالثه والرابعه يعني، وده بيتم طبعا في الولايات المتحده الامريكيه. واللي فهمناه سريعا كده من الدكتور ان هو عمل زي وصله خارجيه، خرج بره العين تماما من المخ للنضاره اللي ممكن تكون لابسها اللي يقدر يشوف بيها. بيقول نشوف جزء دلوقتي، واضح ان النضاره دي لو اتطورت ممكن نشوف اجزاء اكتر بكتير.